المراجل. سمو المراجل. الشيخ قاعد بن سنة بن علي بن معيض الغبي والعتيبي، ولد في عام 1357 للهجرة في حمراء المحاني، تابع لمنطقة مكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية، والتي تبعد عن محافظة الطائف 180 كيلو مترا تقريبا، وله 14 من الأبناء يعملون في القطاعات المدنية والتجارية والعسكرية. والتحق بإمارة منطقة القصيم في عام 1389 للهجرة، حيث تولى رئاسة عدد من المراكز الأمنية التابعة لمنطقة القصيم، منها مركز دوريات الحمراء طريق الرياض، ومركز دوريات غرب القصيم، ومركز دوريات شمال القصيم لعدة سنوات. وكان الشيخ قاعد محل ثقة أمراء ومسؤولي أمارة المنطقة، وحصل على تقديرهم له على المستوى الشخصي، وكان ذلك في عهد الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، ثم عهد صاحب السمو الملكي الأمير عبد الإله بن عبد العزيز آل سعود، ثم ختم خدمته المشرفة للوطن في عهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود عام 1420 للهجرة. وقد عرف عنه عدة خصال، منها الكرم والشجاعة ودماثة الأخلاق والحكمة والحنكة، وحبه لأعمال الخير وسعيه في إصلاح ذات البين، وهو من أعيان قبيلة الغبيات. حفظ الله الشيخ قاعد بن سنت وأمده الله بالصحة والعافية. سمو المراجل. سمو المراجل. يالله يا منشي غزيرة الأمطار، يا الوحدة الفرد الصمد خالق الكون، باسمك بديت اختار من قطف الأزهار بيت على المعنى مقفى وموزون. لعيوني من يسكن عدو كأس الأمرار، وانقل من عقلت باسم ما تعرفون، صاحب سمو المرجل أهواف الأشبار، قاعد صنة سيف على الحق مسنون، قاعد اليا ضاقت على الرابع الأشوار، يرد الخطر يوم غيره يهبون، عون الرفيق ليحتزم بهم شنكار، غيث الصديق وغيث من يستغيثون، من طالع تهربي على شبة النار، أنا أشهد أن يا أهل العرف دندون، عن واجبه ما قدم اسمان العذار، لا قال أنا لفلاني وفلاني مديون، دم ثال جناب فالصعيبات جبار، أبو نمر والكايدة عند تهون، يفداه من لا يكرم الضيف والجار، شروى البخيل اللي بدنياه مفتون، رجل بلا شمه وقيمه ومقدار، حتى شلو ماله كثر مال قارون، ماله مع أهل الطيب مراد ومصدار، دايم قليل العرف من دون فدون، يا جامع الدنيا ترى الوقت دوار، لابد من يوم بلا أجداث مدفون، والخاتم صلى الله على سيد الأبرار، إعداد من طافوا ببيته يلبون. لعيوني من يسكن عدو كأس الأمرار، وانقل من عقلت باسم ما تعرفون، صاحب سمو المرجل أهواف الأشبار، قاعد صنة سيف على الحق مسنون، قاعد اليا ضاقت على الرابع الأشوار، يرد الخطر يوم غيره يهبون، عون الرفيق ليحتزم بهم شنكار، غيث الصديق وغيث من يستغيثون، من طالع تهربي على شبة النار، أنا أشهد أن يا أهل العرف دندون، عن واجبه ما قدم اسمان الأذار، لا قال أنا
فلاني وفلاني مديون دم ثالجناب وفالصعيبات جبار أبو نمر والكايدة انت تهون يفداه من لا يكرم الضيف والجار شروى البخيل اللي بدنياه مفتون رجل بلا شمه وقيمه ومقدار حتى شلو ماله كثر مال قارون ماله ماهل الطيب مراد ومصدار دايم قليل العرف من دون بدون يا جامع الدنيا ترى الوقت دوار لا بد من يوم بل أجداد مدفون والخاتم صلى الله على سيد الأبرار إعداد من طافوا ببيته يلبون إعداد من طافوا ببيته يلبون.